من رأس الرمح في استهداف العراق، وجاءوا مع الاحتلال، كانوا عرابين الاحتلال، مع للأسف بعض القيادات السياسية المحسوبين على حرب العراق أيضا مع هذا المخطط الاحتلالي التقسيمي التدميري للعراق، وكانوا هكذا استغلوا الاحتلال وأقاموا حكم ذاتي. كونفدرالية هي قائمة أصلا، الكونفدرالية قائمة بداية من 92 عندما تم عدم دخول الجيش العراقي بعد انسحاب من الكويت بقرار من الأمم المتحدة بدعم أمريكي، ثم من بعد 2003 أصبحوا هم يعني لا أحد يستطيع أن يعترض طريقهم وأطماعهم وغيره. وبالتالي هم الآن أساسا أنت لا تستطيع أن تتملكي وتسكني وبشكل دائم في منطقة شمال العراق. طب أنا عايز أسأل حضرتك، وحضرتك عراقي، هل هذه المنطقة منطقة شمال العراق تتمتع بمقومات الدولة؟ يعني هل ممكن بالفعل إقامة دولة كردية بشمال العراق؟ لا إطلاقا. أقول لك كان هناك تحالف في عراقي تركي في استهداف المتمردين هنا وهناك عبر الحدود، وكانوا يحجمون. كذلك أيام شاه إيران كان في بعد الاتفاق 75 جزائر أيضا تم التعاون بين الحكومتين. عندما قامت دولة الملالي في إيران في بعد الثورة الإيرانية واغتصاب الملالي للسلطة، ماذا تم؟ أيضا هم ضد المخطط الكردي في استقطاع جزء كبير من أرض إيران. إنما الأخوة الأكر كأمة كردية، نعم هم لهم لغة، لا لكن هم كيف، هنا السؤال، كيف رئيس الاتحاد الإسلامي الكردستاني اللي المفروض هو حركة إسلامية تدعو إلى تفتيت المسلمين؟ نعم هذا هنا السؤال. إذن هؤلاء أساسا بعيدين عن الدين، من يسيس الدين فاسد، لأنهم هؤلاء برجماتيين بعيدين عن تعاليم الدين في عملية تقسيم المقسم. إحنا العراق أصلا مقسم من الأمة العربية أو الإسلامية، فكيف تقسمين العراق أيضا؟ طيب هذه واحدة. الشيء الثاني، هل هذه المنطقة لها منفذ بحري؟ لا. هل لها منفذ مع دولة مجاورة قد تعمل معها أي اتفاقات أو غير حتى تكون متنفس لها؟ لا بالعكس، شمالا ستكون الدولة التركية، شرقا الدولة الإيرانية، جنوبا حيكون العراق، حتى غربا سوريا، فبالتالي ستكون دولة غير قابلة للاستمرار، دولة مخنوقة. وبالتالي أيضا سوف لن تسمح هذه الدول إلا إذا تم تحريك هذه الأقليات. أنا لا أقول أقلية، حقيقة دائما أطلق مصطلح 1% من نسبة السكان، لأن هو مواطن مكون وليس أقلية، وأنظر له على ولا ينظر ينظر له ولا ينظر لنفسه بالدونية والانتقاص من مكانته. هو مواطن وفق القانون، إحنا ناس متحضر، إحنا في القرن 21، فما فيش يعني قومية تسود على قومية أو مكونة. وبالتالي أقول إنه هم أرادوا أيضا وبمخطط صهيوني منذ 2003 المزيد من الأراضي جنوبا، يأخذوا كركوك وهي قبائل عربية من الجبور والعبيدات الذين يمتلكون هذه الأراضي اللي فيها البترول والغاز في كركوك، يريدون من كركوك، يريدون سهل الموصل نينوى، سهل نينوى أن يسيطروا على الصهيونية. توعز لهم خذوا أكبر قدر ممكن من الأراضي فيها البترول حتى تكون دولة، تكون حليف، الوحيد سيكون لهم حليف في المنطقة هو الكيان الصهيوني. طب حضرتك، هذا طبعا سيكون حرب شاملة في المنطقة. بعض التسريبات بترى أن تركيا تبارك خطوة انفصال شمال العراق وإقامة دولة كردية، رغم أن تركيا لديها أيضا أكراد 14-15 مليون، نعم، وإيران 7 مليون، هي تحلم بذلك لأن تفتيت الكيان العراقي إلى دويلات أو يعني أجزاء صغيرة يعني
حيصب في مصلحة تركيا، ولكن تعامل دول الجوار مع هذا الأمر، يعني إذا كانت تركيا ترى ذلك في مصلحة استراتيجية لها على المدى البعيد بأن دول الجوار كلها تكون دول ضعيفة وصغيرة، موقف إيران كذلك، يعني عايزة أعرف تفسير حضرتك أن تركيا تدعم هذا مع أن إقامة دولة كردية في شمال العراق ربما يهدد تركيا نفسها، لأن لديها ملايين الأكراد أيضا. أختي العزيزة، أنا لا أعتقد أنه حكام تركيا بهذا الغواء السياسي، ولا يسمح لهم، وإذا كانوا هم عملاء ويؤتمرون بأوامر صهيونية غربية، وهذا أيضا قد لا يسمح لهم، لأن الشعب التركي لن يسمح بذلك. لأنه أنت عارفة أنه في تركيا فيها نوع من الديمقراطية والتصويت، إذن وكيف يجي حزب يدعي إسلامي، هو العدالة والتنمية، ويوافق على هذا انتحار سياسي؟ أنا لا أعتقد ذلك. هو كل اللي شجعوه للضغط على المالك والسماح للأكراد بتصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي. يعني بس أنه أقليم كردستان، الأقليم الكردي في شمال العراق يسمح له، يعني عن طريق تركيا. تركيا حتستفيد ماديا، وبنفس الوقت تضعف المالكي لأنه حليف إيران، يعني الغريم لتركيا في المنطقة. هذه الحسابات المصلحية البراغماتية السياسية. لا أعتقد أنه حتى إيران تتفق مع تركيا، وسابقا اتفقت مع العراق العدو لها في ضرب عدو مشترك، وهي الأطماع الانفصالية الكردية. لا أعتقد ذلك. وبالتالي هم القيادات الكردية لعبوا دورا بعد الاحتلال بعد 2003 في تأجيج الصراع العربي داخل العراق. نعم. طب اسمح لي حضرتك أستاذ علي، معنا الآن عبر الهاتف من بغداد دكتور عبد الكريم صراف، محلل سياسي من بغداد. برحب بحضرتك دكتور. أهلا ومرحبا بكم وبجميع مشاهدي قناتنا العزيزة. دكتور عبد الكريم، ما هي الدوافع التي دفعت أكراد العراق للمطالبة بدولة كردية مستقلة في شمال العراق، وكيف يمكن احتواء هذا الموقف من قبل الحكومة العراقية حتى تحول دون تفتيت هذا الكيان العراقي العظيم؟ أنا أعتقد أن من حق الكرد تقرير المصير، وقد مارسوا هذا الحق من خلال الدستور العراقي الذي أكد أن الكرد اختاروا الفيدرالية والاتحاد بعراق موحد. المشكلة التي تحدث الآن أن الكرد يستغلون ويستثمرون الخلافات العربية داخل العراق، بمعنى الكتل السياسية الأخرى غير متحدة في موقف مصيري يخص العراق ووحدة العراق. في كل العالم أي بلد بخطر خارجي أو يداهمه الإرهاب تتوحد الكتل مع موقف الحكومة وتضع إمكانياتها تحت تصرفها لدرء هذا الخطر. واليوم خطر الانقسام الكردي وتشتيت العراق خطر كبير على الكتل السياسية اليوم للأسف الشديد. تسمع تقريحات الرئيس بارزاني وتطرح وتلاحظ بأم عينها ماذا يفعل الكرد. الآن يأخذون 17 من الميزانية، 17 من ميزانية العراق وهو أكبر من استحقاقهم وفق السكان، ولا يريدون أن يأخذوا أي مبلغ من الميزانية العراقية. يعني أكثر النفط العراقي اليوم هو من الجنوب، من البصرة ومن العمارة، بحدود 80% من نفط العراق. وبإمكان الكرد اليوم حسب الاتفاق وحسب اللجنة الفنية أن يصدروا 400,000 برميل، وهذا المبلغ يوضع من الموازنة العراقية. الآن هم يرفضون تصدير أي مبلغ ووضع أي مبلغ في الموازنة العراقية، وفقط يريدون أن يأخذوا دون أن يعطوا. فاليوم العراق عراق موحد مثل ما نحب لكردستان أن تتطور وتزدهر، يجب أن نشعر بنفس الشعور تجاه الأنبار وتجاه البصرة وتجاه النجف. طب دكتور عبد الكريم، يعني كيف يمكن احتواء هذا الموقف؟ يعني كيف يمكن احتواء الأكراد داخل الكيان العراقي بدون تقسيم، الحفاظ على الدولة الفيدرالية بكل أعرقها؟ تعرضت كثيرا للإضطرار على بيت العراق، لكن المشكلة هذا التشنج الكتل السياسي. لو كان هناك موقف
موحد من جميع الكتل السياسية. لما حدث ما حدث اليوم خلاف الحكومة ليست خلاف الحكومة مع ليست خلاف المالكي ودولة القانون مع كردستان، هذا موضوع يخص العراق يخص سيادة العراق. في مثل هذه الحالة الكتل السياسية جميعها المفروض أن لا تضع موقف الحكومة، أن تكون قوية مع الحكومة، وبالتالي سيأتي الكرد يعني من هذا، لأنه ليس من مصلحة الكرد أيضا الانفصال. اليوم عملية الانفصال ليست سهلة، أولا سيفقدون أي منفذ مائي، ثانيا تركيا وإيران ولا يقبلون نهائيا بدولة كردية، لأن هذا سيؤجج المشاعر القومية لدى أكراد إيران ولدى أكراد تركيا، وبالتالي العلاقة الحميمية الآن الطيبة بين كردستان وبين تركيا وبين كردستان وإيران ستتأثر كثيرا وستصبح سيئة، وبالتالي سيمرض عليهم حقوق ليست في صالحهم. اليوم الكرد مصلحة الكرد أيضا تقتضي بقائهم ضمن عراق قوي وموحد. المشكلة أنه الكرد يريدون مركزا ضعيفا، يريدون بغداد لا يكون لها قرار قوي، ويكون كردستان قرار الإقليم أعلى من قرار الحكومة المركزية، وهذا غير مقبول. يعني الحكومة العراقية تريد مركز قوي وتريد أطراف أيضا قوية، لا نريد أطراف كردستان، بالعكس كردستان عزيزة والشعب الكردي ضحى كثيرا وعانى كثيرا من النظام السابق، وبالتالي علينا أن نشعر أننا أبناء بيت واحد نتعامل بهذه الطريقة، ننظر لمصالح العراق العليا قبل مصالحنا الفئوية والحزبية. نعم دكتور عبد الكريم الصراف المحلل السياسي من بغداد، أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ علي حضرتك لك أي تعقيب على كلام؟ أريد أن أضيف. نعم. هو كما قال الأخ الصراف، هو فعلا أنه في وقت الأزمات وتهديد الأمن القومي لأي بلد يجب أن تتوحد القوى مهما كانت متصارعة، بس هذا يختلف يا أخ الصراف فيما موجود الآن. نعم. لأنه هذا سواء نور المالكي أو غيره هم كانوا متحالفين مع الأكراد في الأجندة الأمريكية الاحتلالية للعراق، والأكراد حاولوا تأجيج الفتنة الشيعية السنية وجعل كما تفضل الأخ صراف جعل المركز ضعيف ويتصارع فيما بين القوى السياسية ولهم الصافي. نعم. في شمال العراق، بدليل أنهم الآن يفتزون القوى السياسية. نعود إلى نقطة هامة في الدستور، الدستور المسخ اللي وضعه الأمريكان، وضعه بريمر وجاءوا بالصهيوني هذا الخبير القانوني اللي حفظ هذا الدستور الذي يجب أن يعدل الآن في الحملات الانتخابية، يجب أن يعدل هذا الدستور في مادة صريحة أنه هذا بلد اتحادي العراق، اتحاد فيدرالي غير قابل للتقديم، لا يسمح للتقديم ولا يسمح لأي إقليم بالانفصال. نعم. يعني حتى لما تعطي الموافقة لإقامة إقليم لا يسمح لهذا الإقليم، وبالتالي لو الحكومة المركزية والجيش المركزي قوي والقوى الأمنية قوية وعلاقات البلد بدول الإقليم وبالعالم الخارجي قوي وعلاقات وثيقة ووطيدة ومتفهمة، فبالتالي لا يسمح لمثل هذا الكيان حتى أن ينفصل، حتى لو استخدمت القوة وهي مشروعة. نعم. في عملية زارة مثل